كل اللاعبين المصريين، ودي بداية إن شاء الله ل 2024، بداية كبيرة جدا لأن هي خطة واحدة 2019-2024. إحنا فخورين جدا برسائل فخامة الرئيس عن الرياضة المصرية، فخورين جدا لمساندة القيادة السياسية في الحقيقة الرئيس الرياضي لكل إنجاز بيتعمل. دايما بنبص للإيجابيات اللي حصلت، لكن قدامنا المستقبل الكبير. اللي حصل ده حاجة مهمة جدا، بتخلينا كمان يعني اللجنة الأولمبية المصرية والوزارة ان احنا نبص للمستقبل بقوة. التخطيط بيبقى ان شاء الله يكون مستمر. الف الف مبروك ليك. ودعم اللي حصل بين وزارة الشباب والرياضة، اعلى ميداليات على مستوى الدول العربية، اعلى ميداليات، تتويج كبير جدا، الست ميداليات، ده بداية تخطيط، لان هي كده بداية تخطيط من 2020 ل 2024. الدعم اللي حصل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية كان ليه دور كبير جدا اللي احنا نحصل على اكبر ميداليات في تاريخ الأولمبية. لو ما كانش لسه نرجع بشكل ده في الفترة دي ما كانش في الميداليات دي، يعني هي معادلة واحدة. فإن شاء الله يعني دايما بالتوفيق، وإن شاء الله نكون بقدر مساندة القادة السياسية لينا إن احنا الرياضة المصرية تكون أكبر وأكبر في المستقبل بالتخطيط والمنهج العلمي السليم. أنا بشكركم، تفضل.